وان شوب. لماذا الاسم؟ نعم يعني احنا درنا برين ستورمين، حوسنا بزاف، لقينا باللي خروفي هو اسم يعني حلو، واللي قدروا بزاف ناس يتفكروه بسهولة. نعم ما هي الأهداف إطلاقكم هذا الأرضية الرقمية؟ ما هي الخدمات التي تقدموها؟ ما هو البديل الذي طرحتموه في السوق؟ أولا قبل شيء كل شيء لازم المواطن المستعمل تاع الأرضية هذه لازم يكون على باله باللي احنا رانا عندنا 4 أجيال في الخدمة هذه تاع اللحوم، يعني في المواشي ولا في البيع اللحوم ولا في لابوشري كما يقولوا. الخدمة هذه الخدمات هذون تما نخدموهم خدمناهم دائما، وهذه برك الرقمنة وباش يولي المواطن الجزائري يجه سهل الامر هدايا ويكون مع ناس تاع حرفه. اذا المنصه هذه المواطن الجزائري يقدر يدخل فيها، يقدر يخير على حسب المناسبه اللي راهو حاب، مثلا العيد الكبير ولا مثلا عنده عرس ولا عنده عقيقه يحب يذبح، ما على بالوش كيفاش، ما عندوش وين يذبح. اذا يدخل يخير المناسبه تاعو، يخير كيفاش راهو حاب الكبش تاعو، مثلا وحبو حيه وحبو مذبوح. مثلا في العيد الكبير عندنا واحد يعني درنا واحد المبادرة اللي هي الصدقة، فيها نقترحوا خرفان بأسعار جد معقولة باش الناس قاعد تقدر تتصدق، وباش فبزاف عائلات ان شاء الله راح يفرحوا، وحنا يعني نوصلوا الخروف هذاك مباشره للعائله المحتاجه. نعاود نولي لك فيما يخص البيع تاع المواشي هذه. ثم المواطن زعما اذا خير انه يشري الكبش تاعو حي او رايح يخير على حسب السومه تاعو، والسومه راهي دائما تمشي مع الميزان، يعني ميزان ابوفري كما نقولوا. مثال زعما تاع 5 ملايين زعما يكون يدير يفوت 40 كيلو وكذلك. اما فيما يخص يعني الحاجه اللي درناها جديده، سيك المواطن اللي ما عندوش وين يذبح وما راهوش حاب يتقلق وما راهوش حاب يتعب نهار العيد وما راهوش حاب يجيبوا للدار ويطلعوا للدار ويتعب، احنا نقدموا الخدمه تاع احنا نذبحوا وحنا نقطعوا وحنا نستكلفوا بكلش، نقيو كاع واش كان لازم يتنقى واش يتشوط ونليفريوه حتى البيت الزبون ديالنا. يعني الزبائن الذين او مرتادي هذه الارضيه الرقميه عندما يدخل كيفاش حتى باش يخير الكبش نتاعو، كيفاش يخير اكس ولا جيد. هل فيه صور فيه جيد. فيديوهات ام ماذا؟ جيد، اذا نقول نعطيو مثال زعما تاع العيد الكبير. مواطن حب يخير كبش، ما يهمناش حب يشريه حي ولا حب يتذبح، المهم يخير الكبش ديالو. يخير السعر هذاك، وكي يدخل زعما نقولوا هذا الخروف يدير 4.5 ملايين، يدخل يلقى كاع المواصفات، مثال من جاي الخروف هذا زعما الوادي، ولا يلقى شحال يكون الميزان تاعو، شحال عمره تقريبا. نعم. هما تقريبا كاع خرفان تنيان، يعني حاجه صغيره. بعدين هو غير يكمل لا كوموند تاعو، يكملها انت سيرفيس كوميرسيال يتصل مباشره بالسيد هذا، يا سي يحاول كيفاش يفيناليزي لا كوموند هذيك، يسقسيه بالك الانسان هذا عنده اسئله، بالك حب عنده عفايس مازالها غامضه. نعم، وعلى ذكر الغموض، كيف يمكن لي يعني احنا في الجزائر التجاره الالكترونيه هذه الكثير يتوجس خيفة من الخوض فيها، أنتم ما هي التطمينات التي تقدمونها لزبائنكم على سبيل أنهم يقبلون على هذه الأرضية الرقمية كنموذج للتجارة الإلكترونية؟ جيد، إذا المواطن كما قلت لك بعد ما يخير الخروف نتصلوا به، إما يقدر يتوجه مباشرة لنقطة البيع، لأنه عندنا نقطة بيع متواجدة في بير خادم، يجي يخير يشوف الخروف اللي يعجبه، وإما كاين عباد ما يحبوش يتعبوا، يعني نصوروا لهم خيرة الخرفان هذوك ويخيروا عبر الواتساب، و حيخير هو، يعني المواطن هو اللي يخير، ويقدر يجي نقطة البيع يقلب يفتش يشوف كيما يحب. ولازم يكون على باله باللي يعني السلعه هذيك كاع جايزه على البيطاري، وفيها يعني كما يقولوا فيها لا تراصابيليتي.
نعم نعم. ماذا عن الزبائن الذين كما قلت انت وصفتهم باللي اللي يحبهم يكسروش راسهم كاع، يعني يحبك تجيب له الكبش يعني يجي ياكل وخلاص، يعني كيف تتم دفع طريقة دفع التكاليف هذه الكباش؟ طيب يعني كاين بزاف طرق، منها يعني سي سي بي فيرمون سي سي بي بريدي موب، يعني بزوج دقائق يبعث لك دراهم. اما يعني يقدر كيجي لنقطة البيع يخلص ولا يدير فيرسومون، واما حنا نتنقلوا عند الزبون اللي ما يقدرش يتنقل ولا يبوجي، حنا نروحوا لعنده حتى للمنزل، وبيان سور نديروا له الفاتورة تاعو بالكاشي ديالنا وكلش. جميل جميل جدا. ألا تعتقد أنتم كم سنة منذ متى أطلق هذه الأرضية الرقمية؟ الأرضية هذه أطلقت حوالي شهر، حوالي شهر، شهر 20 يوم هكذا. ألا تعتقد أن جائحة كورونا في ظل إجراءات الحجر الصحي وإجراءات التباعد الاجتماعي كان دافعا لإطلاق هذه الأرضية الرقمية؟ كان دافع كبير، لأنه أنا شركة هذه أنشأتها في واحد الحاضنة اللي هي لابيل سبيس. بديت قبل ما ننطلقوا في المشروع شفنا كاع نقاط القوه، وكيفاش احنا اصلا علاش درناها باش نسهلوا للمواطن الجزائري. شفنا باللي هذه جائحه كورونا هذه حيكون حل، يعني حل بزاف العائلات فيما يخص جائحه كورونا. الناس ماهيش حتذبح على جال كورونا، احنا يعني راح نحو هذه المشكله. أكيد هذه الأرضية الرقمية لديكم شركاء، لديكم شباب يسهرون على تسيير هذه الأرضية الرقمية. ضعنا في صورة طبيعة هؤلاء الجنود الخفاء. طيب يعني باش المواطن يكون على باله باللي هذه شركة، هذه خروفي، هي كما نقولوا نشأت في حاضنة اللي هي لابيل سبيس. الان كي نشأت في هذه الحاضنه يعني كنا منخرطين بزاف ناس محترفين، يعني عندهم خبره كبيره في كل ما يخص يعني التجاره وتجاره الكترونيه، وكيف طريقه التسويق، وكيفاش طريقه المعامله مع الزبون، وكيفاش زعما على خاطر كما قلت لي انت زبون جزائري دائما لازم عنده يعني عنده شك مخاوف. وكيفاش كيفاش راح تطمئنه، وبها بالخبره تاعهم الحمد لله خرجنا بهذا يعني طريقه العمل. كاين فريق راهو ساهر، كاين اللي مختص بكل ما يخص المنصه، كاين اللي مختص بكل ما يعني السيرفيس كليون، كاين اللي راهو يعني على المواقع التواصل الاجتماعي، في كل ما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا عن اقبال المواطنين بعد نحو شهر من اطلاق الارضيه؟ وش نقول لك؟ والله غير مواطنين بزاف يعيطوا لي، يعني عجبتهم هذه المبادره ويقولوا لي يعني حيت علينا مشكل كبير هذا العيد وكنا ما على بالناش كيفاش. وكاين اللي متخوفين، نعم بطبيعه الحال كاين اللي متخوفين. اللي متخوفين نطمئنوهم ونقول لهم باللي يقدروا يجوا لعندنا، عندنا يعني رانا كلش في الشفافيه، يقدروا يشوفوا السلعه تاعهم، يقدروا يروحوا للمذبح يشوفوا نحن نذبحوا، يعني كاين طرق بزاف باش نطمئنوهم بما انه احنا رانا في الميدان، وهذا يعني كما نقول الميدان تاعنا. نعم. الحديث عن أرضية رقمية خروفي يقودني إلى الحديث عن أرضيات رقمية ربما مماثلة في ظل المنافسة. ما هو الشيء المميز الذي تقدمونه في أرضيتكم خروفي؟ نقدم خبرة تاع سنوات تاع أجيال، أربع أجيال في هذا كل ما يخص مهنة اللحوم. أربع نعم. أجيال يعني حاجة كبيرة بزاف. هذا نقطة قوة كبيرة، يعني ماشي اللي يجي يقدر يديرها، ماشي اللي يجي يقدر يهدر بها. نعم. أنتم متعاقدون يعني بخصوص المواطنين الذين يختارون الكبش المذبوح، أنتم متعاقدين مع مختصين أم مع مؤسسات أم ماذا؟ فيما يخص الذبح ولا نعم. قبل؟ نعم احنا فيما يخص الذبح عندنا نذبحوا في المذابح الوطنية اللي معترفة من عند الدولة. نعم. وبعد الذبح راح يكون يعني كما يقولوا البيطري، طبيب البيطري راح يجوز يشوف هذاك اللحم ويصادق عليه. وفيما يخص
المواشي فيما هي يعني تربيتنا، التربية تاعنا، وفيها تانيك طبيب بيطري، فيها كلش يعني حاجة كما يقولوا احترافية. نعم، وتقدمون كذلك خدمة أنه الكبش يجي مفصل يعني جاهز جاهز للدخول للطهي. نعم، المواطن لازم يكون على باله باللي النهار الاولاني رانا حنا يعني نبعثوا له البيت تاعو كل ما هي احشاء كما نقول. نعم. الدوار او الزليف. النهار الثاني اللي نبعثوا له اللحم، خاطر اللحم لازم يريح 24 ساعه في الفريغو باش يتقطع، كيجي مليح شباب كيتقطع، ونبعثوه له يعني شاحنات مبرده. ألا تعتقد أن هذه الجزئية كثير من العائلات تفضل أكل اللحم في اليوم الأول؟ ألا تعتقد أن هذا يمكن أن يسبب عزوف للمواطنين ممن يفضلون أكل اللحم مساء يوم العيد يوم الأول؟ يعني احنا كي درنا ليتود تاعنا، شفنا أكثرية المواطنين ما راهمش يعني مقلقين على اللحم تاعهم، بما انه مدى بهم الخدمه تكون جيده، مدى به الخدمه تكون جيده، خاطرش اللحم لو كان تقطعوه هو سخون راح يتشوه. نعم. ومن بعدك انت تشوف اللحم تاعك هذاك عيان، تقول هذا السيد راهو باع لي عفسه عيان. نعم. احنا مدى بينا نقارديو توجور واحد لاكاليتي سيرفيس ما نهبطوش عليها. نعم. باش الجميع ان شاء الله يكون فرحان. يعني تمكنون المواطنين من اكل الاحشاء في اليوم الاول. اليوم الاول يعني. اليوم الثاني فما بعد يعني اليوم الثاني على اقصى تقدير يجي الكبش نتاعو مفصل باذن الرحمن. وهل في مواطنين يعني في خدمه انكم الذبح فقط وتجيبوه لهم؟ يعني الذبح ويتم نقله. احنا ما نقدروش ندخلوا هذه في العمل تاعنا، على خاطرش قلت لك بما انه عندنا اعداد كبيره نديروها، لازم توجور نخدموا بطريقه واحده باش العمل يكون احترافي وماش حد يوقع اخطاء. نعم. خاطرش لو كان يجيك واحد ومن بعدك واحد يحب يدي وكذا راح تخلط لك بزاف. نعم. اذا احنا نوفروا، عندنا بزاف يعني لي زوبسيون نوفروها للمواطن. اما فيما يخص العمل هذا فما لا مجال في للخطأ. نعم. ماذا عن تقديرات الاضاحي التي يرتقب انها تكون ماذا عن تقديرات الطلبات يعني بخصوص خدمات خروفي الخاصه بعيد الاضحى؟ تقديرات عدد. نعم. تقديرات يعني والله حسب ما درست يعني الدراسه، حسب تقديراتها حوالي الدخلة حوالي 200 يعني لا تقل على 200 طلب. نعم. ايه، وانتم جاهزين لان تكونوا في الموعد؟ عندنا عدد من ما راناش نفوتوه، لانه الجاهزيه باش تكون جاهز ومحترف يعني حسابيا عندك عدد ما راكش راح تفوتو. اذا هاد المواطنين اللي راهم حابين الخدمه هذه لازم يكونوا. نعم. من الاوائل. نعم. اشكرك جزيل الشكر. ماذا قبل ذلك، ماذا عن افاق الارضيه الرقميه خروفي؟ يعني في المستقبل ان شاء الله بما تفكرون؟ ربما ان شاء الله ندخلوا كل ما يكون من بقر، وان شاء الله اللي يحب البقري واللي يحب العجل ان شاء الله، وان شاء الله كل ما يخص يعني بعد التقطيع والطهي. نعم. طهي اللحم ان شاء الله سيكون يعني تكون ان شاء الله خدمات مستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر سيد علي سي عامر صاحب مشروع خروفي، حدثتنا عن الارضيه الرقميه خروفي لبيع وخدمات اضاحي العيد. شكرا جزيلا. العفو. مشاهدينا لازلنا متواصلون معكم الفقره الثقافيه بعد فاصل قصير.